ينضم الى السابعه المخرج الليبي اسامه رزق. سيد رزق، بدايه اهلا بك الى السابعه. اهلا وسهلا بك، شكرا استاذ. نعم سيد اسامه، بدايه ما هي ابرز الانتقادات التي كانت من قبلك وتحدثت فيها مع موقع ديدلاين هوليوود؟ طبعا كان هو لقاء في الاساس مع ديدلاين هوليوود، هو موقع يعتبر من اهم المواقع المعنيه بصناعه السينما. هو حوار كان معي انا شخصي، لكن الصحفي يعني اسالني سؤال شو رايي في الفيلم، وانا كنت شايف الفيلم فوجئت انتقادات، لان اول شيء مثلا الفيلم لا يمثل بنغازي. انت لما تجي تتفرج على المواقع تصف ما تشبهش بنغازي نهائيا، الملابس ما تشبهش الملابس اللي نفسه فيها في ليبيا. ركز جدا الفيلم على انه يشوه الليبيين بمشاهد كوميديه ساخره، ركز جدا ان احنا الليبيين بربريين، ركز جدا على ان احنا الليبيين كنا ارهابيين، الملابس ما تشبهش ملابس ليبيا، مواقع التصوير ما لهاش اي علاقه ببنغازي. نعم. في مبالغه بشكل كبير، وهذا طبعا طبيعه الافلام الامريكيه زي زمان سلسله افلام روكي ورامبو، والشخصيه اللي هو يقتل الناس كلهم هو ما يموتش، نفس الشيء كانت موجوده في هذا الفيلم، البطولات المبالغ فيها اللي داروها بعض الجنود الامريكيين. والحقيقه ان اللي صار في الواقع ما كانش زي الفيلم، كان في مبالغه بشكل كبير في احداث الفيلم. طيب عن ردود مخرج الفيلم مايكل باي، ما هي ابرز ردوده وكذلك هل كانت مقنعه بالنسبه لك؟ هو طبعا في الاساس مايكل باي، حتى بس نكون نوضح لك نقطه، مايكل باي يعتبر واحد من افضل المخرجين اللي هو المشهورين بانهم يعتبروا مخرجين الشباك، افلامهم تجيب في ايرادات ضخمه جدا، معروف مايكل باي افلامه دائما تجيب في ارباح كبيره تتجاوز ال 200 مليون و 300 مليون بكل تاكيد. فهم اصبحوا يعني رابطين مايكل باي بالبوكس اوفيس مش بالابداع، لان مره في لقاء نزل فيه بعض الصحفيين بشكل كبير قال افلامك افلام مش افلام فنيه، هو رد عليه قال الصوت يعني قال وشن فيها؟ قال يا سيدي انا ندير في افلام المراهقين لكن يجيبوا في فلوس. هذا قال هو بالحرف، فهو معروف عليه انه مخرج مش مخرج ابداع، هو مخرج فلوس. فهذا الفيلم هو كان متوقع انه حيكون هذه نقله. طيب هذا سيد اسامه ممكن يبرر يعني طريقه تصوير الفيلم فنيا واهمال القصه نوعا ما، يعني المبالغه والاثاره احد ابرز الاسلحه. انا نقول لك ان مايكل باي كان معول على هذا الفيلم انه ينقله لنقله اخرى، يحطها في خانه المخرجين اللي يديروا في افلام فيها رؤيه. للاسف هذا ما صارش، الفيلم طبعا حتى مستوى الايرادات لمعلوماتك كان فاشل جدا، واستقبلوه اغلب الجمهور الامريكي استقبله برده فعل فيها نوع من الـ زي ما تقول لك حسوا انه في خبط، لان افتتاح العرض الفيلم انعرض في قاعه خاصه بالالعاب الامريكان فوتبول في ولايه تكساس، اللي هي معروفه بان هي يعني عنصريه جدا ومعروفه تايد في الجيش بشكل كبير، لان اغلب العسكريين تلقاهم جو من هذه الولايه، فالعرض كان تحسه موجه انه هو ضد هيلاري كلينتون ليس اكثر من ذلك، وهو طبعا ضغط المخرج من هذا الشيء ان هم شبهوا الفيلم ان مثلوا الفيلم انه هو هجوم على هيلاري كلينتون فقط. ففي الفيلم ايرادات كان فاشل جدا ما نجحش، والنقاد مسحوا به بشكل كبير، يعني حتى تقييمه هذا طيب الفيلم. طيب ما السبب في فشله يعني سيد اسامه، ما السبب في فشله يعني خصوصا ان فيه كميه حركه واثاره كبيره مثل الافلام السابقه لمايكل باي زي بلاك هول داون و ترانسفورمس، وحققت ايرادات تاريخيه ربما ان صح التعبير. هو بلاك هوك داون مش نفس المخرج، بس في سلسله ترانسفورمس يعني وباد بويز حتى هم نفس المخرج يعني. طبعا السبب الرئيسي قلت لك ان الناس اللي في امريكا بالتحديد حسوا ان في خبط من انتاج الفيلم، انه مقصود به الهجوم على هيلاري كلينتون وحزبها، هذا رقم واحد. اثنين، كان في مبالغه جدا في قلت لك في الاكشن غير الحقيقه، لان حتى العالم حاليا اصبح قريه صغيره، الناس كلها عرفت شنو صار في بنغازي، واللي اكيد احنا نتاسفوا لموت السفير بهذه الطريقه، لكن الناس عارفه القصه بالتفصيل، اللي رأوه في الفيلم رأوه في مبالغه. نعم. وزي ما قلت لك مايكل باي معروف عليه ما يركزش على الممثلين، ما يركزش على القصه، هو دائما تركيزه على الاكشن اكثر من اي شيء ثاني. طبعا كميه الاخطاء اللي نعم. موجوده في تفاصيل الملابس الملابس وكذا، يعني للاسف رغم ان اداره الملابس هي واخده اوسكار على فيلم جلاديتر ديبورا سكوت. نعم شكرا جزيلا لك فقط لضيق الوقت. شكرا لي المخرج الليبي اسامه رزق، شكرا لانضمامك الى السابعه.